ياو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه شي فيديوهات ديال تيك توك، ولكن قبل هادشي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتخلى لايك للفيديو. نتوما راكم عارفين بان هاد الايامات شابكه التحديات، شحال هادي كانوا كيتحداو اكبر طاجين اكبر رفيسه، من بعد ولاو التحديات ديال الكومبا. وانا دخلت تيك توك قلت والله حتى نشوف شنو هما التحديات اللي كاينين في تيك توك، لانني انا عارف بان التيك توك تجمعوا فيه غير مسطين. بقيت نقلب بقيت نقلب ونلقى خونا. هانتوما شوفوا التحدي وعطيني الراي ديالكم في التعليق. اتحداك تقطع شعرك وما عرفت عندك مليون اكسبلور وما عرفت شحال تما تاع الاكسبلور. اقبل التحدي خوتا. دابا غير قولوا لي هذا واش التحدي؟ راه شعركم كانت فيه الفايده، ما يعطيش الله الحمار، راه غير الحمار وعنده الشعر. هذا الفيديو 100,000 لايك قسما بالله شنقطع هاد اللعيبه شلا ولا نقطعو. المهم شحال ما بغيتو نتوما، المهم بعدا يوصل هذا الفيديو 100,000 لايك غادي نوريكم كيفاش ديروا حركه الاكسبلور. تواركوا على السهم باش دا غيطلع الفيديو. تاش هاد الاخر هذا وهاد الزمر عنده البشره رطب من صاحبي. انا بغيت غير نسول الدراري كيديروا التيك توك، واش نتوما كديروا ديك البرودويات ديال تبييض البشره؟ ولكن انا حاجه واحده اللي متاكد منها 100% انكم تتفرجوا في الصباحيه دوزام، وبالاخص داكشي ديال الاعتناء بالبشره وكذا، ولا كتلقاو متبعين داك البرنامج ديال ليلى الحديوي. دابا غادي نشوفوا واحد التحدي ديال واحد البطل. هاد البطل كون شفتو غنعطيه وسام. المهم شوفوا الفيديو وغادي تعرفوا بان صحاب تيك توك راه هربوا في التحديات. اتحداك تاكل ميليكا؟ مستحيل. علاش مستحيل؟ قبل التحدي ولكن بشرط دوزو عندي اليوتيوب والانستغرام. هاي ميليكا يوتيوب وانستغرام. واو صفقوا عليه ملك التحديات. هذا هاد صحاب تيك توك عندهم شي تحديات اللي حامضين، عاد زد على دوك اللي تيبقاو يرقصوا في التيك توك. دابا شوفوا غير بيطانه كيف دايرين، فبلاصه ما تتقادي في هذا الفيديو وكتشطحي سيري حسني دوك البيطان، وانت الزغب اللي في طابقك طول من الزغب اللي في راسي. كون غير فليتيهم ولا ضربتي ليهم الراسطه يطلعوا واعرين. بزاف ديال الناس كيسحبوا بان ولادهم كيقراو، ولكن في الحقيقه ها ولادهم شنو كيوقع لهم. هادشي بالنسبه ليا عادي على الفيديو اللي غادي نشوفو دابا. الفيديو اللي غادي نشوفو دابا 16 الاخر في القرايه. هاد الفيديو زاد اكد بان التعليم في المغرب تعليم نائم. عاود لكم واحد البلان راه بزاف. دخل عند الفرونسي داني النعاس، بقيت ناعس مع كنفيق كنلقى 11 ديال الليل القسم ظلام الحال كلشي ناعس. كنمشي نحل الباب راه واحد البلان راه بزاف. دابا بقيت بوحدي هنا هو الواحد غادي غينعس في المدرسه. لا هادشي كامل عارفينه بانه تيوقع في المغرب، ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عارفينهاش علاش الدريات كيبغيو يشوها. كتلقى دري مستغل دريه وكيطلع بها الكونت وهي فرحانه بداك الشيء. الدراري فيهم كل شيء الا التقانون. انا فيا التيقه، انا سبحان الله راه ماشي فيا التيقه. صافا من بيا اللي كاع فيك واش مزيانه؟ مزيان. لا يعطي لا يعطينا معاها. الله يجزيها. ندمت عليك. الا ما كنت ندمت عليك الله لا يشتتني. شتتك عارفه بلا ما نحتاج نوصي. والله ما فهمت شي حاجه انا. سبحان الله صحاب تيك توك هما اللي تيموتوا عليهم الدريات. دابا هذه رساله بغيت نوجهها غير للبنات اللي كيبانوا في التيك توك، وتنهضر بالاخص مع البنات اللي مصاحبين مع شي واحد وكتلقى تبان معاه في التيك توك او كتبان معاه في الانستا، راه غير كيطلع فيك الكونت ديالو زائد انه قادي يحاشو فيك. فكري مزيان وشوفي لي كوب اللي كانوا شحال هذه قبال منكم، واش تزوجوا؟ واش داروا شي حاجه؟ قليل غير 7% اللي كتلقاهم انهم تزوجوا، اما ديك 83% او 84% غير تشوهات. دابا هاد الهضره ما غاديش تدخل لك لدماغك، ولكن نهار ديري عقلك ويجي شي ولد الناس انه يطوق الباب ديالكم وباغيك الحلال ويعرف بان هذا معنقك، هذا بيسك، هذا داير ليك، هذا فاعل ليك، كوني متاكده بانه ما غاديش يقبل على داك الشيء. ونفترض انك تجوزتي نهار ولادك انهم يكبروا ويلقاو الفيديوهات ديالك ان هذا معنقك هذا بيسك، باش هاد الاولاد غادي يحسوا. وعاد زد على الشوهه اللي عطيتي لباك وامك يشوهتين في البلاصه اللي كيسكنوا فيها، حتى عائلتك حتى هما غادي ينكروا، ما غاديش يرضاو بشي وحده بحال اللي مصوره مع فلان ومعنقه مع فلان وراكبه مع فلان. وكما قلت في الاول هاد الهضره انا متاكد منها انا ما غاديش تدخل لك لدماغك دابا، ولكن واحد النهار غادي يوقع لك نفس الكلام اللي قلت لي. المهم حتى هنا غادي يكون كمل الفيديو، ما تنساوش كامل تدخلوا عندي الانستا اللي هو هذا، غادي تلقاو الرابط ديالو في الوصف ديال هذا الفيديو، وما تنساوش تشترك في القناه الثانيه اللي غتلقاو الرابط ديالها في اول تعليق ديال الفيديو. بغيتكم كاملين تدخلوا لها اليوم، ولا كنت اول مره غتشوف القناه ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس وتخلي لايك للفيديو وتنزل كومونتير وتخلي احسن تعليق. تهلاو.